بسم الله الرحمن الرحيم. نتطرق الآن إلى المفهوم الحقيقي للنهاية. هذا المفهوم هو موجود في الإنسان، يعني أي إنسان مثلا عندما منع الإنسان من فعل شيء معين يجعله يقترب من ذلك الشيء لكي يعرف السلوك الناتج عن ذلك الشيء. مثلا عندما نقول لطفل صغير ممنوع وضع يدك في النار، فهذا الشيء يجعله يقترب من النار لكي يعرف ما هي نتيجة وضع اليد في النار ولماذا المنع هذا. جميع الدوال هي شرح ظواهر من الواقع أو هي ترجمة لظواهر من الواقع. فإذا أخذنا الدالة مثلا 1 على x، f x يساوي 1 على x، نجد أنه ممنوع تعويض الصفر مكان x، يعني f الصفر ممنوع. هذا الشيء يجعلنا نقرب x إلى الصفر لكي نعرف ما هو سلوك f x وما هو ما هي القيم التي تؤول إليها f x. فمثلا نأخذ x 0.1، فنجد أن f x 10، ثم نقترب أكثر يعني نأخذ x 0.01، نجد أن f x 100، ثم نقترب أكثر ونجد أن f x يكبر شيئا فشيئا. يعني نستنتج أن مهما كان العدد يعني a، يمكن جعل f x أكبر من a إذا قربنا يعني x إلى الصفر بمقدار معين ولا بمقدار كافي.